ما إن تذكر شركات تأمين السيارات في موريتانيا إلا والتمست عند زبنائها شبه إجماع، إجماعاً أو حتى قطعاً، حول التملص من الالتزام بتعويض المؤمنين والفوضى العارمة التي يعاني منها القطاع. الشكوى أيضاً تتحدث عن مماطلة شركات التأمين في دفع التعويضات في حوادث السير، كما يقول سائق التاكسي سيدنا محمد الذي التقيناه عند ملتقى طرق بي ام دي. الله يا شتا سيرانس، فعلاً نحن لا نشرو ولا عنده أي تعويض ولا عنده أي شيء يسوي شو. أنا دفت شوكيت مرتين لقى عندي عنه مذلات، هالقى مرة نضريت حتى نعطبت أنا قاعد قاشو شو منهم طيت ياسن متابع الطب مداوي، فهمت؟ منيتين نخرصوا أسيرانس اللي نجو له الكونستال يقبلوا منه 2500، يقولوا إنه تابعوا اللجنة، تم متابعين اللجنة يلين تنتفع ما نجبروا الشباب. ورغم ما يصفونه بالمماطلة، ما زال هؤلاء السائقون يتشبثون بأمل التغيير، مطالبين الجهات الوصية بتعويضهم في حالة الضرر. وذلك حنا ندو طالبين من الجهة المعنية بأسيرانس أنه يعدل لنا تعويض، أنه يتم لنا رقاش مثلا يقطع أسيرانس ياكن يعود يحميه يسمع، ومن هنا ويتم إلافات أنه يخسر لي رقاش يجبر تعويض. إحنا الحقيقة طالبين منهم أنهم يعدلوا لنا تعويض، تموا إلى واحد من إلافات من نسقل فلطف أسيران إجبار تعويض إلى أخسر لش. وبحسب إحصائيات رسمية، تدفع شركات التأمين مئات ملايين الأوقية للخزينة العامة سنوياً.